والله حدا الوقت اللي او الموعد اللي وعدت به كل مقبلات عن الزواج، فقره اللباس التقليدي مع ضيفه مميزه جدا، وعامه او عموما فاش تكون ضيفه عزيزه علينا انا وليلى حديوته من الدار. واش الله يقدمها؟ تفضلي يا ليلى، باش ما تضربنيش. لا ما حاشا حاشا. مرحبا بمشاهدينا الكرام، اليوم معنا نكافه اللي معروفه كيف كتعرفي سميره غنيه عن التعريف، وجاتنا بالجديد. مرحبا بك معنا هبه في صباحيه الدوزيام. شكرا ليلى، شكرا، وتنحيي هذا البرنامج صباحيه الدوزيام الجميل بالوجوه ديالكم والمفيد بالمواضيع ديالو. مرحبا بك اللي كيبغي في المغرب وخارج المغرب. اذا هبه، انت كنتي معروفه بزاف في الميدان ديال الحنه، كنتي انت كديري الحنه و 26 عام وانا كنت تبارك الله عليكم معروفه، رقم واحد بالمغرب، رقم واحد وتبارك الله عليك. الحنه يعني باقا لحد الان الحنه ديالك مصوبه مقاده بواحد الرسم ديالها، حتى هو خاص ديالك، هوايتي وموهبتي ومهنتي، هذا الشيء اللي تنقول عليه هبه. وجيتي قلتي بان غادي ندير تنقفت ودخلتي لهذا الميدان، يعني ماشي غير درتي داك الشيء، واو على حق وطريق وتبارك الله. دليل هذا الشيء اللي لابسه انت ليلى، تبارك الله ما شاء الله، تيفتن. والجديد اللي عندها هو البنت ديالها اللي دابا هي معاها دنيا، اللي غادي نشاهدوها هي والعريضات الازياء اللي غادي نشوفوا دنيا حتى هي في هذا الميدان معاك، اللي زعما دنيا هي اللي خدات مني الصناعه مش على الحنايه، وهي ولات كتبدع اكثر، ربما دابا كتبدع هي اكثر مني، حيت انا تخاديت هادشي ديال التيجان وهادشي، وانا التيجاني وكلشي كنرسمهم بيديا، وانا مع الصايغ اللي كنصوب حاجه. انا مشيت عند هذوك الذهبيه قالوا لي راك تتمشي انت كتصوبي من عندهم وكتختاري معاهم داك الشيء، وزعما هذه شهاده من عند الناس ديال الذهب، ماشي زعما جيت غير قلتها هما قالوا. اذا شنو هو الجديد عندك لالا هبه في الميدان ديال الحنه؟ دونك غنبداو باللبسه الاولى ديال العروسه ديال الحنه، قلنا الجديد ديال هاد اللبسه ديال الحنه. شدك تبوريشة في بلاطو ياك سميرة؟ ما شاء الله، لبسه تاج. انا كنتمنى بان المشاهدين الاصيل كيتمتعوا معنا في هذه الحلقه هذه. انا بدات نتمتع لي. انا كيعجبني هذه الطقوس ديال الاعراس وهذا الشيء بحال هكا، وتنخليو الاختيار التقليدي، تنخليو الاختيار للعريسات شنو باش بغيو تحزموا، واش مضمه بلديه ولا حصيره ولا اللبسه ديال الحنه خليتيها موديرن، يعني واخا كانت فيها اللون الاخضر تماما، بقات كترتيب، بقات بالتاج، تنديرو فيها شنو هذاك الشيء اللي مزيج خليط بين البلدي وبين الرومي باش تبقى العروسه بخاطرها. تبارك الله عليك، ودرتي لها حتى تخمال الكوليي. دونك هادشي العروسه اللي كتختار ولا انت اللي كتقترحي عليها وهي اللي كتختار؟ تنختار انا وياها، تنعطيها الراي ديالي وهي حتى هي تتقول لي اشنو فاش شهوتها، اشنو كانت كتمنى تلبس مني كانت باقا صغيره وكتشوف العرايس وداك الشيء، وكنخليها بخاطرها. وتن دابا العروسه سواء كتجيب اللبسه ديالها ولا انت كتقترحي عليها الباسي حتى اللي ما عندهاش اللبسه ديالها كنعطيها انا اللبسه ديالي، حيت كاينين في الجاليه اللي كيدخلوا ما كيخيطوش الباسي، كيقول لك غادي نضيعوا فيهم غيبقاو غير معلقين، وكاين اللي كتكون هنايا كتصوب الباسيه كتبغي تعرض بهم فين ما مشات خصها لابساهم. وانا نبغي نشير المشاهدين بان هبه كتجيب الباسي ديالها مع المصممين كبار بلا ما نقولوا السميات، يعني ما تتمشيش عند اي مصممه ازياء. لا خلي كل حاجه، خليهم مفاجاه. إذن هذه الفاسية اللي كنعرفوا جميع، هذه فاسية مودرن حتى هي. هذه فاسية مودرن، وهذه من التصميم ديالي ومن الخدمة ديالي أنا بيدي، ختمتها بالبرا والخيط لها هذوك الزراير لا النواصي لا التاج لا الطابلو لا كل شيء، درتها مودرن وخدمتها أنا بيدي. وعلاش فكرتي باللون الأبيض؟ حيت كنعرفوا بأن الفاسية كتكون صوفي على اللون الأحمر ولا بالخضر، أنت درتيها بالهماوية. كان عندنا جميع الألوان والعروسة تنخيروها على حسب البشرة ديالها. آخر ما جد يعني. هذه صوبتها بيدي، هذه ديالي. الله عليك. زعما ماشي كتباع وشريتها ولا شي حاجة، هذه صوبتها
بوحدي حتى هذاك الجوهر هذا الشيء كلشي خدمته انا بيدي بالبرا والخيط وبيدي خديت فيه وقت عليك شويه شويه من عند الموهبه ديالي ياك فنانه داك الشيء اللي كنت كندير في الحنه دابا انا تنديرو في التنكافت تبارك الله عليك وهذه بلديه روميه يعني عندي البلدي عندي الطابلو بلدي الخضار عندك الفاسيه القديمه عندي الفاسيه القديمه 100% قديمه 100% هذا ولكن تنبغي ندير الجديد طبعا العريسات اللي تيكونوا ما بغاوهاش ملي تيشوفوا الجديد وتيشوفوا هذا الشكل تيبدلوا الراي ديالهم وهذه كيفاش دير مثلا هي فاش كيكون عندك جوج ديال الاعراس في نهار واحد تقدري انا مثلا انا اللي دابا ما تنقدرش ناخذ جوج الاعراس حيت انا تنبغي نخدم بيديا انا وبنتي وهما اللي العرس تنعيش معاهم الفرحه انا وحده من العائله وكنكون ام العروسه ما شاء الله منين كتبدا حتى كتسالي دونك كتبقاي معاه بجميع المراحل كنبقى معاه بجميع المراحل حتى البنت اذا كانت يلاه الخطبه تقدر توقف معاها ديري لها حتى هي اللي تجي بحال هكا تماما تلبس مازال الخطبه ماشي مشكل الخطبه نقدر نصيفط جوج العيالات ونصيفط لها المتطلبات ديالها اللي طلبات والمنديل وهذا ماشي اما عرس من العماريه حتى لاغوب كنبغي نوقف فيه انايا عندي ما نسالك واللي عجبني فيك هبه انك تتحاولي تحافظي على التراث والتقاليد المغربيه وتلاحظوا بان في الخدمه ديالك كاين اون فوشيغ شابون تماما لا صلاه الى الشيء سيدنا محمد الله الشيء اذا هذه الرباطيه حتى هي اللبسه الرباطيه تماما اللبسه الرباطيه حتى هي بالوان مختلفين وحتى هي بشده واحده اخرى حتى هي بلديه درتي لها داك اللي في الراس ديالها دونتيل 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 باش يزيدوها داك الهمه ديال العروسه تماما حتى اللي ما بغاتش تدور بالجوهر باللبسه الفاسيه تنقولوا اما الجوهر اما الفاسيه تقدر تدور بالرباطيه وهذاك الذهب عندك انا يعني حر ماشي ذهب مزور ياك باش يمكن لي نحني للبنات العريسات اللي هما تيبغيوني بزاف وتيبغيوني نحني لهم الا ما كانش عندي الذهب حر وما كانش عندي في المستوى هو ما غيجيوش عندي وانا دونك انا بدلت مجهود باش اللي نحني ليها نقفها تبارك الله البنت ديالك تنشوفوها زعما واقفه مع العروسه تماما كتفكرني في الصغر ديالي ياك عزيز عليا نخدم بيديا عزيز عليا نقاد عزيز عليا زيني العروس باش كنعيشني انا هبه يعني كبقات هي ديك المراه المتواضعه اللي كتبغي كل شيء وتفرح بكل شيء وتقدر يعني تتكبر بكل شيء سباقتها كيف ما تنقولوا انا العرس فرحه كنتشاركوا الفرحه مع العروسه ومع العائله ديالها وشحال من ليله 27 درتي لبنيتات الصغار تدير لهم حتى هما اللي ياك هما تدير لهم وعلى ديك هما اللي غتزوجيهم على ديك الاسبوع الاسبوع اللي داز نقفت عروسه عندي معها هذه فوتو هي عندها 3 زون محنيه ليها تبارك الله جداتها وراتها ليا وانا حنيت لها في عرسها ونقفتها ايوا تبارك الله عليك كما وليت نقافه ما نحنيش ليها تبارك الله عليك الله يزيدكم القدام ونزيد من التالق ان شاء الله غادي نشوفوا على الجميع يا ربي امينه نشوفوا اللبسه الاخيره ديالك العماريه لا تبارك الله عليك ما نقولوا ان شاء الله عليك عندك لي طاي في الباسي ومنظمات كيتسوت على حسب لا طاي ديال كل عام المنظمات عندهم البيوت كنقصوا كنزيدوا والمضمه بحال هذه عندهم حتى هما هي الخيوطه كيتزادوا ويتنقصوا على حسب اللي عريضه واللي ضعيفه وكل وحده كنديروا لها سياج في الدار قبل من عندك العماريه من غير هذه ولا عندك العماريه هذه اكسبري جبتها لدوزيام حيت هي فيها الحجار وكتبري وداك الشيء اما العماريات اللي كنفضل انا هو النطع نطع ما عندي ما نسالك هو النطع انا عندي العماريه ديال النطع المهم عندك الاشكال والانواع عندي الاشكال يعني والانواع يعني في الميادي في المنادل وعزيز عليا التقليدي نخدم بالمنادل المكرين مقادين الفولوغ معتبر طرز معتبر وكتلقي صعوبه مع من مع العروسه ولا اليمه من العروسه سا ديبون الا جاو عجبهم هي دبلوماسيه تبارك الله على ما تلقاش صعوبه مع الناس نقنع نقنعهم الا زعما الراجل هو شي خلط على اي كنا بغينا نختصروا لو ستيل ديال هبه ودنيا ما شاء الله عليك
عليكم. نقدروا نقولوا الرقي، التراث، الاصاله وشوي ولمسه من العصرنه، الكل مجموع في هذا الشيء اللي تتقدموا للعروس المغربيه، اجمل عروس في الكون. ما شاء الله عليك وشرفتينا بالحضور ديالك لاله هبه. بارك الله فيك وشكرا جيتي وجيتينا وشكرا انتم على الدعم مع البنات ديالك اللي جاو تاهما يا صباح. بكل فرح هذا البرنامج، هذا احنا واجب علينا اننا نتعاونوا معاهم، الا عيطوا لنا نجي ونجيبوا الجديد ونجيبوا المشرف. شكرا لك ليلى حديبي. نمشيو للحظه لفقره الجمال، دائما الجمال مع صباحيه دزام ليليا مولين.